حالنا مع الصلوات يبكي العين ويدمي القلب ويقطع الجبين. انقسم المسلمون مع صلاتهم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يصلي ولا يركع ولا يسجد لا بالليل ولا بالنهار، أسماؤهم عبد الله وعبد الرحمن. كذبوا والله، كذبوا والله، لو كانوا عبيدا لله ما خالفوا أوامر الله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ والله نعرف كثير من الله عليهم بالاستقامة والهداية فأناهم عن أحوالهم في الصلوات. كثير منهم يقول: مرت علي سنوات لم أسجد فيها ولم أركع، سنوات لم يسجدوا لله فيها ولم يركعوا، أي حياة هذا؟ والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته، إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قسم لا يركع ولا يسجد، وهم كثير، وهم كثير، امتلأت بهم البيوت وانتشروا في الطرقات، تراهم في المجمعات وأوقات الصلوات يغدون ويروحون كأن الأمر لا يعنيهم. قسم آخر هم أيضا كثير، يقدمون ويؤخرون، ينامون ويتكاسلون، يلعبون ويلهون، إن استيقظ من نومه صلى، إن انتهى من لعبه صلى، إن انتهى من أكله وشربه صلى، تناسوا أن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تناسوا أن الله قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تناسوا أن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أنك موظفا في شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات ودوامها يبدأ في 7 صباحا، فإذا بك في اليوم الأول تأتي بعد 20 دقيقة من مرور الوقت ويستقبلك الرئيس سيغض الطرف عنك، فإن جئته في اليوم الثاني سيخاطبك ويقول لك: إن نظام المؤسسة ودوامها يبدأ في 7:00، لا في 7:30. ثم إذا تكرر منك التأخر ستعطى إنذارا شفهيا أو إنذارا خطيا، فإذا تكرر منك التخلف والتأخر فلا مكان لك، فلا مكان لك في تلك المؤسسة. هذه مؤسسة وشركة من الشركات، فكيف بالذين يتأخرون عن طاعة رب الأرض والسماوات مرات ومرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فقسم لا يركع ولا يسجد، وقسم يقدم ويؤخر ويتهاول ويتكاسل، وهم كثير. لا ينطلقون إلى المساجد إلا إذا سمعوا الإقامة أو انطلقت الصلاة بعد ركعة أو ركعتين. تناسوا أن الله قال: السابقون السابقون أولئك المقربون. قسم ثالث وهم قلة قليلة، وأنا أعني ما أقول قلة قليلة مقارنة إلى تعداد هذه الأمة، أمة المليار أو ما يزيد. تريد تشهد هذه القلة؟ اشهدها في صلاة الفجر، اشهد صلاة الفجر مع الجماعة
حتى ترى عجب العجاب، ترى أن آلاف مؤلفة بل ملايين تغط في سبات عميق، وقلة قليلة هي التي انتصرت على فرشها وعلى شهواتها وانطلقت تجيب منادي الله.